وللحديث عن يوم الشهيد الذي يوافق الأول من كانون الأول من كل عام، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ مصطفى، يصادف اليوم يوم الشهيد العراقي، كيف يحيي العراقيون هذا اليوم وماذا يمثل لهم؟ يحيي العراقيون هذا اليوم بمزيد من الفخر والاعتزاز والإجلال لتضحيات الشهداء العراقيين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل يعني كرامة وطنهم والدفاع عن أمتهم بوجه المشروع الفارسي الذي استهدف أول ما استهدف العراق في مطلع الثمانينات من القرن العشرين. وكما قلت، يشعر العراقيون بفخر بتضحيات أبنائهم وإخوانهم، وإن كانت هذه التضحيات مشوبة بالألم والحزن لفقدان أعزائهم، ولكنها يعني لا سبيل لحماية الأوطان إلا بالدفاع عنها وبالبذل والتضحية. كيف تفسر الوحشية التي تعامل بها الإيرانيون مع الأسرى العراقيين رغم وجود مواثيق دولية تحرم ما قامت به القوات الإيرانية مع الأسرى؟ يعني العدو الإيراني لم يترك وسيلة بشعة في تعذيب الأسرى إلا واستخدمها، ومن ذلك كان الاحتفاء بهذا اليوم الذي قام العدو به فيه بقتل أكثر من 1400 جندي عراقي أسير. وكان المشهد البشع الذي ارتكبته هو القوات الإيرانية بحق عدد من الأسرى، وأحدهم تم ربطه بالحبال وسحله في الشوارع باتجاهين مختلفين، ما أدى إلى خلع أحد ذراعيه، مشهدا بشعا حقيقيا يمثل الصورة الحقيقية لهذا النظام المجرم الذي لا يعترف بأي من المعاني الإنسانية ولا يلتزم بأي من القيم الإسلامية التي يدعي أنه ينتمي إليها. هو في الحقيقة يعبر عن حقده تجاه العرب والمسلمين وتجاه العراقيين الذين تصدوا كما قلت لمشروعه الإجرامي في تصدير الثورة الخمينية. لذلك كانت هذه البشاعة يعني جسدت بالفعل حقيقة هؤلاء وابتعادهم عن القيم الإنسانية والإسلامية، وطبعا هم لا يلتزمون بالقانون الدولي ولا بأي من مفرداته. بين الأمس واليوم أستاذ مصطفى، إلى أي مدى يعد ما حدث في الموصل وما يحدث حاليا في طارمية وديالة وغيرها من المحافظات امتداد لما حدث للأسرى العراقيين عام 1982؟ هذا سؤال مهم وحيوي حقيقة، لأن هؤلاء الذين يعني قاتلوا العراق والعراقيين لثماني سنوات مع العدو الإيراني المجرم هم الذين يتحكمون الآن بالعراق ويسيطرون على كل نواحي الحياة فيه، ولذلك هم ينتقمون من أبناء هذه المدن التي قاتلت مع إخوانهم الآخرين طبعا الذين قاتل أبناؤها هذا المشروع الفارسي وتصدوا له. وتجدين بكل وضوح روح الانتقام والشر والإجرام في تعاملهم مع أبناء هذه المدن، بالإضافة إلى دور هذه المدن في الحرب العراقية الإيرانية. ونجد يعني بعد الغزو والاحتلال الأمريكي كان دورهم متميزا في مواجهة مشروع الاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق بعد عام 2003. لذلك يجري الانتقام البشع من هذه المدن في إطار المشروع الطائفي، مشروع التغيير السكاني والمشاريع الإجرامية التي ترتكب بحق العراقيين جميعا، وخاصة بحق أبناء المدن ذات الغالبية السنية العربية في نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة وفي جرف الصخر وفي مناطق كثيرة من العراق في شماله وغربه
وايضا جرت عمليات تهجير وقتل واجرام بحق ابناء السن العرب في البصره والاماره وغير ذلك. نعم. هذا الامر يعني ينسجم مع هذا المشروع الاجرامي الذي قاتله العراقيون في الثمانينات من القرن العشرين. لماذا لا يلقى هذا اليوم الأهمية الكافية في ظل الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال، رغم أن هذا اليوم الوطني يخلد ذكرى شهداء ضحوا بأرواحهم من أجل كرامة العراق وتطهير ترابه من المحتل؟ كما قلت قبل قليل أن هؤلاء الذين يتحكمون بالعراق اليوم هم الذين قاتلوا جيش العراق في الثمانينات، وهم الذين عذبوا هؤلاء الأسرى وارتكبوا أبشع الجرائم بحقهم، ولذلك تجدين يعني هذا الإهمال المتعمد لتضحيات هؤلاء الشهداء الأبرار يرحمهم الله، والاستهانة ب يعني ما قدموه لبلدهم. لا بالعكس، أن يعني جرى إهمال على سبيل المثال نصب الشهيد الذي يرمز لتضحيات هؤلاء ويخلد أسماءهم، جرى الاستهانة به عن عمد وتنظيم بعض الألعاب الرياضية أو بعض الفعاليات الفنية في إطار يعني الحق من هؤلاء الشهداء، ولكن طبعا مكانتهم عند العراقيين يعني تعلو وتزداد، وكما قلت يزداد الفخر بهم. لكن هذه الحقبة الإجرامية التي يشهدها العراق الآن بعد احتلاله أو منذ احتلاله يعني تخدم هذا المشروع الذي تصدى له العراقيين في الثمانينات. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل.